السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا مع بعض الطريقة باش غادي نخدموا واحد غرزة تريكو. غرزة تريكو كتجي في الايس كاب في الكوفية، نخدموا بها اي حاجة بغينا. بقاو معايا ونشوفوا الطريقة اللي غادي نخدموا بها هذا البوان هذا. بالنسبة للخيط، انا هي كنختار خيط شوية سميك غليط مع الابر رقم كبير. انتما تشوفوا الطريقه، تشوفوا الخيط اللي غادي تستعملوه. بالنسبه للغرزه ديالنا كتكون من مضاعفات عدد أربعة، عدد أربعة ما عندناش غرز الحافه لان الشكل منه فيه، وتكرار سطرين. بالنسبه للغرزه غادي تبدا من اول السطر، ونبدا على بركه الله. بسم الله، انا هنا غادي نخدم هاد الاولى ما كنخدمهاش، ولكن هنا غادي حيت السطر الاول غادي نخدم ثلاثه ديال الغرز عدله، نقلب وندير وحده مقلوبه، نقلب الخيط ونخدم ثلاث غرز عدله، واحد اثنين ثلاثه، نقلب الخيط ونخدم غرزة مقلوبة، نقلب الخيط ونخدم ثلاثة ديال الغرز عدلة، واحد اثنين ثلاثة، نقلب الخيط ونخدم غرزة مقلوبة ونستمر ثلاثة عدلة، واحد اثنين ثلاثة، وحده مقلوبه، ثلاثه عدله، غرزه مقلوبه، واحد اثنين ثلاثه عدله، وحده مقلوبه، السطر الثاني غادي يكون مخالف في الخدمه. غادي نخدم هاد الاولى كتحسب غرزه عدله زائد غرزه الثانيه عدله، كنقلب الخيط وكنخدم هذه مقلوبه، نقلب الخيط ونخدم ثلاثه عدله، واحد اثنين ثلاثة، نقلب الخيط ونخدم غرزة مقلوبة، نقلب ونخدم ثلاث غرز عدلة، واحد اثنين ثلاثة، نقلب الخيط ونخدم غرزة مقلوبة، نقلب الخيط ونخدم ثلاث غرز عدلة، واحد اثنين، هذه ثالثة، كنقلب وكنخدم غرزة مقلوبة، نقلب الخيط ونخدم ثلاث غرز عدلة، واحد اثنين ثلاثة، نقلب ونخدم وحدة مقلوبة، نقلب الخيط ونخدم ثلاث غرز عدلة، واحد اثنين ثلاثة، نقلب ونخدم وحدة مقلوبة، نقلب الخيط ونخدم غرزة عدلة. قلنا بأن الخدمة ديالنا أو الشكل ديالنا من تكرار سطرين. أنا غادي نخدم معكم جوج سطور أخرين، غادي نبداو كي بدينا في الأول. عندنا ثلاث غرز عدلة، واحد اثنين ثلاثة، ووحدة مقلوبة، نقلب الخيط ونخدم ثلاث غرز عدلة، واحد اثنين ثلاثة، نقلب ونخدم وحدة مقلوبة، نقلب الخيط ونخدم ثلاث غرز عدلة، واحد اثنين ثلاثة،
نقلب ونختم غرزة مقلوبة، نقلب الخيط ونختم ثلاثة عدلة، واحد اثنين ثلاثة، نقلب الخيط ونختم واحدة مقلوبة ونستمر حتى كنكمل السطر، واحد اثنين ثلاثة، نقلب ندير واحدة مقلوبة، نقلب الخيط ونختم ثلاث غرز عدلة، واحد اثنين ثلاثة، نقلب ندير واحدة مقلوبة. هذا السطر الثالث. السطر الخلفي هنا هذه كتسمى عدلة وكنزيدو واحدة عدلة، عفوا نعم، عندنا هادو جوج عدلة كنقلب وكندير واحدة مقلوبة، كنقلب الخيط وكندير ثلاثة عدلة، واحد اثنين ثلاثة، كنقلب وندير واحدة مقلوبة وكنكمل بنفس الطريقة، ثلاثة عدلة واحدة مقلوبة. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو. بالنسبة للناس اللي أول مرة كيشوفوا القناة يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بالجديد. أي استفسار وأي ملاحظة خليوها لي في التعليق. أنا هنا عندي ثلاثة ديال الغرز عدلة، كنقلب وندير غرزة مقلوبة، ثلاثة عدلة، واحد اثنين ثلاثة، واحدة مقلوبة، نقلب، واحد اثنين ثلاثة، نقلب وندير واحدة مقلوبة، ثلاثة غرز عدلة، واحد اثنين ثلاثة، نقلب ندير واحدة مقلوبة ونستمر. انا غادي نطلع واحد العدد ديال الاسطر ونرجع معكم باش نوريكم الطريقه، نوريكم الشكل النهائي ديال الغرزه ديالنا. الغرزه ديالنا كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. هنايا بالنسبه لهاد الغرزه هذه كي الخلف كي الامام، كنتمنى باش يكون الشرح واضح. نتمنى نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع زويقة جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.